السلام عليكم، ايمن معكم في لا فورماسيون ديال البايثون. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا على لا جيسيون ديال لي زيكسيبسيون، كيفاش نعملوا بحيث ان البروغرام ديالنا ما يوقفش، ما يتبلونطاش، ما يكونوش فيه دي زيرور. مثلا كتوقع لنا ان ان يوتيليزاتور كنطلبوا منه يدخل لنا اون فالور نيميريك وكيكتب لنا هو اون شين دو كاركتر، كيتبلونط البروغرام وكيوقف. ان بروغرامور بروفيسيونيل ما خصوش يخلي البروغرام ديالو يوقف، il doit gérer les exceptions. في حالة ما إذا وقعوا أخطاء خصو يعطي لنا دي ميساج، يعطي لليتيليزاتور بلوتو دي ميساج ويعلمو بلي لا سيزي ديالو ما مزياناش ولا كاين شي بارامتر ماشي هو هذاك، بلا ما يتبلونط البروغرام، بحيث أن ليتيليزاتور يمكن له يصلح البروبليم ويكمل العمل ديالو. خليكم معنا. بعض الحالات في وسط الكود ديالنا كيكونوا عندنا دي زيرور كي سون با كاليفي ديرور دو سينتاكس، ولكن كيكونوا دي زيرور ديكزيكوسيون ران تايم ايرور. سو سون دي زيرور اللي كيوقعوا في الوقت اللي كنكونوا كنيكزيكوتيو غراس يا اما اين موفيز يوتيليزاسيون ديال ليتيليزاتور ولا اون موفيز كونفيرسيون ولا ان تروك دو سو جونغ. مثلا غادي نطلبوا ليتيليزاتور يدخل لنا اون فالور ديال ا، غادي نعملوا ا هي la conversion entier ديال واحد الانبوت طابي ان اونتي. دونك هنايا كنطلبوا ان يوتيليزاتور يدخل لنا ان اونتي، وحنا شنو كنعملوا؟ كنحسبوا بي كتساوي هي 3 ديفيزي، نطلبوا منه يدخل امبريمي لنا بي. هنايا حولت داكشي اللي كتبوا ليتيليزاتور، لان حين كنكتبوا بالانبوت كتكون شين دو كاركتر حولناها للاونتي. اذا دابا هنايا ملي غادي نجي انا غادي ندخل 3 وغادي نعمل اونتري. دونك جا عمل لي 3 على 3 عملها في بي وامبريميها لهنا هي واحد. الى عملت له جوج غادي يعمل 1.5. الى عملت له زيرو هاد الانت هادي غادي تدوز، لان زيرو سي سي تان اونتيير غادي يحولو، ولكن حنا غادي يقسم. هنا شنو غادي يوقع؟ غادي تبلونطا اي اليا ان بوغ اللي وقع والابليكاسيون ديالي كاريمون وقفت. دونك الى كنت بغيت نعمل ان ترافاي اللي هو نقي، ما خصنيش نخلي لابليكاسيون ديالي تبلونطا، خصني في هاد الحالات بحال هادو نعمل سكون ابل لا جيستيون ديال لي زيكسيبسيون، غا لوفي اون اكسيبسيون وغادي نحاولوا نجيريوها ونوجدوا ان ميساج نافيشيوه ليتيليزاتور ولا نطلبوا منه يعاود يعمل لنا لا سيزي. حنا دابا ما غادي نطلبوش منه يعاود يعمل لنا لا سيزي، غادي نطلبوا غير يوقف. اذا شنو غادي نعملوا؟ لو شيما ديالنا غادي يكون بهذا الشكل هذا تراي دو بوين، وغادي نعملوا لي انستركسيون ديالنا. الى وقعت اون اكسبسيون يعمل دوتر انستركسيون، يعمل دوتر انستركسيون اون جينيرال. لو شيما اون غرو كيكون بحال هكذا، ولكن هنايا نقدر نعمل له لو تيب ديال ليكسبسيون اللي غادي تريتي. حين غادي يكون كيعمل هادو، الى وقعت هاد ليكسبسيون هادي عمل لي هادو، الى وقعت هاد ليكسبسيون هادي عمل لي هاد لي انستركسيون هادو، ونبقى غادي بحال هكذا. الى وقعت ليكسبسيون 3 ولا ليكسبسيون 4 هادو كنعتقد ان خصهم يكونوا لي بارونتيز ولا ما يكونوش، ما كنظنش مهمين، غادي تعمل لي هاد لي انستركسيون هادو. الى ما وقعت حتى شي اكسبسيون من هادوك الفوقانيين ووقعت اون اوتر اكسبسيون كتعمل له اكسبت. انا غادي نعاود نشرحها. اذا غادي تقول له حاول تعمل لي هاد لي انستركسيون هادو. الى في الوقت اللي غيكون كيحاول يعملهم وقع له شي ايرور، كيشوف واش هاد ليغور هذا اللي وقع، لا واش هاد ليغور هذا اللي وقع، اذا غادي نعملوا هاد لي انستركسيون هادو. الى ما كان لا هذا لا هذا وكان واحد من هاد الجوج هادو غادي يعمل هاد لي انستركسيون. الى كان كاين ايرور ولكن ماشي هو هذا، ماشي هو هذا، ماشي هو هذا، ماشي هو هذا، غادي يدخل لهنا إلز. الى موقع حتى شي ايرور، الى موقع حتى شي ايرور من هذا الشيء هذا كامل، غادي يدخل لينا الالز. فاينالي وقعت ايرور ولا ما وقعتش ايرور، في جميع الحالات غادي تعمل لي هاد لو بلوك ديال لي زانستركسيون اللي عندنا في الفاينالي. اذا تراي
try, en fait, في les autres langages كنسميوها try, catch, هنا كاين try, accept. D'accord. Donc هذه هي la syntaxe générale ديالها وغادي نطبقوها بالنسبه ليكزومبل ديالنا الفوقاني. دونك نكوبيو هذا الكود هذا اللي عندنا هنا ونقولوا له هنا عندنا جوج الحالات ديال الاخطاء اللي يمكن يوقعوا، انه يعملنا زيرو ما نقدوش نديفيزيو، وانه يعملنا اون شين دو كاركتر ما غادي نقدوش نعملوا لا كونفيرسيون. اذا هاد لي دو ليني هادو كاملين نعملوهم على الانتيريور ديال تراي، ندخلوهم للداخل ونعملوا له هنا اكسبت دو بوين برينت ايرور تو سامبلومون. دونك غادي تعملنا هادشي هذا كامل. دونك الا جيتو دخلت له هنايا جوج ما عندنا حتى شي مشكل، دونك غادي يحسب لينا غيوصل حتى لهنا، غادي il va faire la lecture جوج، غادي يحول الاونتيه غدوز مزيانه، غادي يعملها في الأ، غادي يقسم 3 على جوج مزيانه، غادي يعملها في البي، غادي امبريمي لينا بي، وهاد الاكسبت كاريمون ما غادي يدخلش ليها. ولكن الا جيت وعملت له هنايا زيرو، دونك شنو وقع؟ جبد هادي قدر يعمل لا ديفيزيون، لا، لان غادي ديفيزي باغ زيرو، سكي في ما وصلش لهادي نقص ديريكتومون الاكسبسيون. ولكن ما بقيناش كنعرفوا هاد ليغور هادي واش حيت ما قدش يعمل لا كونفيرسيون ولا حيت ما قدش يعمل لا ديفيزيون. عندنا جوج المشاكل وما عرفناش كيفاش هذا. دونك غادي نامليوريو لو كود ديالنا، غادي نخليو ليغور يوقع، غادي نخليو ليغور يوقع وغنشوفو الاسم ديال البوغ اللي وقع باش نجيريوه ابار. دونك نرجع هادو لهنا ونعملو له دونك زيرو. دونك ليغور هو زيرو ديفيزيون ايرور، اون فا لو تريتي بوحدو. هذا هو ليغور اللي عندنا. دونك الا كانت عندنا زيرو ديفيزيون ايرور امبوسيبل دو ديفيزي par 0. D'accord. Et je peux faire ici. Hop. هنا كيطلب مني الا عملت له 2 غادي يدوز، الا عملت له 0 غادي يقول لي امبوسيبل دو ديفيزي بار 0. ولكن الا مشيت وكتبت هنايا ا سي اون شين دو كاركتر غادي يحاول يعمل لها هذا ديالها ما غادوش، دونك غيتبلونطا. بوركوا؟ باسكو انا جو نو جير با هاد ليغور هادي. هنايا هاد الاكسبت هادي غادي يجيريها غير في الحاله ديال زيرو ديفيزيون ايرور. قبل كانت عندنا كيجيريها في جميع الحالات لان ما كنتش كنحدد لوكيل تيب. دونك شنو غادي نعمل؟ غنعملو اون نوفيل اكسبسيون، اكسبت فاليو ايرور دو بوان برينت فو دوفي سيزير ان اونتي. دابا الى عملت له 2 دايزا، الى عملت له 0 ما غيتسبلونطاش غيعطينا ليغو، الى عملت له هنايا ا ما غيتسبلونطاش غادي يقولنا فو ديفي سيزير ان اونتي. دونك هنايا الى كانت عندنا شي اكسبسيون من نوع اخر غادي نعملو له تو سامبلومون هكذا برينت اوتر ايرور. دونك الى ما كانش هاد ليغور هذا وما كانش هاد ليغور هذا، كان شي ايرور من شي نوع اخر، مثلا هنايا غنديفيزي باغ اكس، اكس ما عنديش، حنا ما كنعرفوش، هنايا خطا عندي في البروغرام ديالي. دونك ملي غادي نمشي نلونسي وغادي نعمل له هنايا 3 ديفيزي باغ اكس كيقول لي اوتر ايرور، لان هنايا حين جا باش يقسم على اكس، اكس ما كيعرفهاش شنو هي القيمه ديالها، دونك غادي يجي من هاد ليكسيبسيون هادي. وشنو هو النوع ديال هاد ليغور هادي؟ غادي نجيو لهنايا وغادي نعملوا له اكسيبشن از او، وهنا نقول له امبريمي لي هاد الاو هادي باش نشوف شنو هو النوع ديال ليغور هذا. دونك هنا ملي غادي نعمل له 2 كيعمل لي نيم اكس از نوت ديفايند، هنا كيعطينا ليغور بالضبط اللي وقعت. ولكن حنا بغينا نخليو هاد الاكسبت هادي جينيرال، ليكسبسيون اللي غنجيريها بالضبط الاولانيه هي هادي، ليكسبسيون الثانيه هي هادي، ليكسبسيون هادي غنخليوها جينيرال. الا وقعت شي ايرور كو انا ما عرفتش انترسبتيها من الاول، يعني ما توقعتهاش من الاول، نخليوها يعطينا هاد الاكسبسيون هادي ويعطينا الميساج ديالها الاصلي، الميساج الاصلي ديالها ما نعملوش اوتر، نخليو هذا باش البروغرامور في هاد الحالات هادي كيقول شنو هو الميساج اللي وقع وكيمشي وكيحاول يجيريه. دابا نزيدو له هنا ايلز، ايلز برينت سامارش. دونك هاد الايلز هادي قلنا فوقاش غات اكزيكيوتا الا ما كانت عندنا حتى شي ايرور.
دونك هنا غادي نقسم على جوج، دونك غادي يعطينا واحد ونص ويعطينا سا مارش، لان ما وقعت حتى شي اكسبسيون. الا وقعت اون اكسبسيون مثلا غادي نجي نديفيزي بار زيرو، غادي نعملو امبوسيبل دو ديفيزي بار زيرو، سكي في تبرونشا لينا هنا، وبالتالي ما غادي يعملناش الالز. ولكن الا بغيت انا شي حاجه اللي تيكزيكوتا لي بارتو، تشينز فان دو بروغرام. دونك وقعت اكسبسيون ما وقعتش اكسبسيون، بحال الا غادي تعمل لي هذا الشيء هذا وتزيد عليهم هذا، غير هذا غتعملو من بعد ما تجي غير لي زيكسبسيون على داكشي هما جابوه عملوه هنا فاينالي. دونك هنا غادي نعملو لو جوج، دونك واحد ونص سا مارش، لان ما وقعت حتى شي اكسبسيون دخل لينا الالز. فاينالي فان دو بروغرام. دابا غادي نعملو كاين اون اكسبسيون زيرو، دونك امبوسيبل دو ديفيزي بار زيرو، فان دو بروغرام. دابا غادي نعملو ا، غادي يقول لك فو دوفي سيزيغ ان نونتي، فان دو بروغرام. الا بغيت نديفيزي هنايا باغ الاكس، غادي يقول لك عندك واحد ليغور اللي ما كنعرفوهاش، فو دوفي سيزيغ ان نونتي. سمحوا لي غادي نعملو له هنايا زيرو. دونك هنايا نيم اكس از نوت ديفايند، والفان ديال البروغرام. داكور، دونك جا لهنايا الفاينالي. في بعض الحالات ما كيكونوش عندنا دي زيرور، مثلا هنايا الا كان عندي اون فالور نيجاتيف غادي نقد نقسم على 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 ا، غادي نقد نقسم على اون ديفيزيون عاديه. داكور، ولكن انا بغيت نجيري اون اكسبسيون سبيسيال، بحيث الا كانت اون فالور نيجاتيف يحبس. غادي نجيو لهنايا، غادي نقول له if a اي انفيريور ا 0 شنو تعمل؟ ريز اكسبشن ونعملو له vous devez taper un entier positif. دونك هنايا مشينا جينيرينا اون اكسبسيون، سكي في غيطيح هنا. وشنو هو الاكسبسيون اللي غتجيلو؟ هو هاد الميساج هذا ان انتي بوزيتيف. لاحظوا باللي هادي انا غادي نبلوكيها نورمالمون، الا عملت له اون فالور اللي هي اون فالور اللي هي نيجاتيف ما عندنا حتى شي مشكل. دونك الكومبيلاتور كيقد بيان يقسم على جوج، دونك فو دوفي سيزيغ ان انتي ناقص جوج. دونك غادي يعطينا هنايا ناقص واحد ونص، مزيانه. ولكن انا عندي دي ريغل دو جيسيون اللي كي اللي مبغي ما كيخليونيش انني نستقبل دي فالور اللي هما نيجاتيف. مثلا ما يمكنش يكون ان بري دان برودوي نيجاتيف خصو يتسيزا اوبليغاتوارمون بوزيتيف. دونك عملنا له بحال هكذا، هنا كتقول له لوفي ليكسيبسيون، واخا البروغرام ما غيتسبلونطاش انا كنجعلو انه يتسبلونطا، سكي في غادي يتلاح لينا هنا. وغادي نعملوا له هنايا، دونك الا عملت له جوج عادي داز، الى عملت له ناقص جوج كيقول لك فو دوفي تابي ان مونتي بوزيتيف، كيتلاح لينا لهذا الاكسبسيون. وهنا قلنا لوفي دون فاسون انتونسيونيل، يعني انا بغيت انه يعملنا اون اكسبسيون، واخا نورمالمون لانتربريتور ما غادي يتسبلونطاش. دونك هذه هي لا سانتاكس جينيرال ديال تراي كاتش، تري يوتيل. وما يمكنش تعمل ان بروغرام بلا ما تجيري لي زيكسيبسيون، علاش؟ لان غادي يولي البروغرام ديالك كيتسبلونطا ا تو مومون، وسكي في لي زيتيزاتور ما غادي يقبلوش. دونك فو دوفي اونتيسيبي، يعني خصك تخمم عليك ا لافونس شنو هما جميع الحالات الممكنه ديال لي زيرور اللي يمكن يوقعوا، وتجيريهم واحد بواحد اون يوتيليزون لو شيما ديال تراي اكسبت. في بعض الحالات يمكننا نبغيو في الحاله ديال ليكسيبسيون ما يعمل والو، ما امبريمي ما يعمل والو، في ديك الحاله كتعمل له غير باس باس. سافا دير الا كان شي اكسبسيون من غير هاد الشيء هذا تي باس، ما تعمل والو. دونك هنا كان عطانا هنا في الحاله ديال الاكسبسيون غندوزو اون اكسبسيون فو دوفي تابي ان نوتي بوزيتيف، غادي يجي لهنا اي فا باسي، ما غادي يعمل حتى شي حاجه. دونك الا عملت له ناقص جوج صافي ما غادي يعطينا والو، غادي يمشي غير الفاينالي، غادي يدخل لهاد ليكسيبسيون بطبيعه الحال، ولكن هنا ما غادي يلقى والو، وغادي ينقص الفاينالي، ما يدخلش بيان سور الالز لانه وقعت اون اكسيبسيون. دونك هادي باس، انا نخليها لكم هنايا اون كومونتير، لان انا في الحقيقه ما بغيتش هنا يكون عندي باس. دونك هنايا قلنا له برينت او اللي هي لو ميساج اللي جانا منها. دي فوا ملي كنكونو كنكتبو البروغرام ديالنا
كنحتاجو ان ما يدوز لون ايتاب حتى تكونوا عندنا بعض لي كونديسيون محققين. الا ما كانوش محققين بغيناه يوقف كريم، لان بحال الا كنبدا كونترولي لو كود ديالي كنستعملو دي زيسبيون، كنعملو سكون ابيل لو ديبوغاج. عندنا واحد ليتيتير في البايثون كي بيرمي دو فير لو ديبوغاج اللي هي لاسيرسيون. اسيرت كنكونوا خدامين في البروغرام ديالنا، مثلا عندنا ا كتساوي 3 و ب كتساوي 5 وبغينا اكس تكون كتساوي ا، ما تكونش كتساوي ب، تكون كتساوي. الا كانت كتساوي ا يدوز، ما كانتش كتساوي ا يلفا لوفي اون ايرور اوتوماتيكمون. دونك كنعملوا له اسيرت كتقول له شوف ليا واش اكس كتساوي ا. الا كانت كتساوي ا دوز، ما كانتش كتساوي ا برينت ريست دو بروغرام. دونك حنا غنشوفو دابا واش اكس كتساوي ا. اه دونك غادي يدوز، غادي يكمل هنا. واش اكس كتساوي كتساوي ا؟ لا ما كتساويش ا، كيتسبلونطا وكيعطي لينا اون ايغور، ما كيكملش، كيحبس هنا كاريمون، حبس لينا هنا. علاش؟ لان هاد اسيرت هادي سي اون انستركسيون اللي بها كنكونتروليو لالغوريتم ديالنا. ان سيغتان مومون كنقولو له في هاد النيفو هذا اكس خصها تكون فيها هاد القيمه هادي، شوفنا واش كتساوي هاد القيمه هادي، واحد لا فاريابل كتساوي هاد القيمه هادي. الا ما كانتش كتساوي ديك القيمه راه يحبس. علاش؟ لان بغينا حنا يتسبلونطا باش نشوفو ونحلو غادي يكون عندنا شي ايرور في وسط الكود ديالنا. دونك كنكونو كنتوقعوا منه ان في هاد النيفو هذا يكون عنده سا. وهذا غادي يجبد لنا واحد الموضوع اللي هو تري انتريسون، اللي هما لي تيست فونكسيونيل ولا لي تيست يونيتير، اللي غادي يكونوا هما لو سوجي ديال الفيديو الجاي. لي دوك سترينغ اللي غادي نكونوا كاريمون كنشوفوا اون فونكسيون واش خدامه مزيان ولا لا، كنقولوا بلي هاد لا فونكسيون هادي كنتوقعوا منها الا عطيناها هاد لا فالور، هاد لا فالور تعطي لنا هاد النتيجه هادي. عطاتنا هاد النتيجه مزيانه، ما عطاتناش هاد النتيجه صافي غادي يكونوا فيها دي زيرور. هذا لو فيديو جاي ان شاء الله. دونك اليوم شفنا كيفاش نعملوا لي زيكسيبسيون، كيفاش نطبقوا الشيما ديال لي زيكسيبسيون ديالنا بكل شيء ديالو، تراي اكسبت بالاسم ديالها، اكسبت اللي هي انديفيني، الالز، الفاينالي. دونك كل شفناه، اي شفنا كيفاش نقدو نكونتروليو لو كود ديالنا بور فير لو ديبوغاج دون فاسون بروفيسيونيل اون اوتيليزون لانستركسيون اسيرت. السلام عليكم.